وريا وبعد ما نحاول يدبشي وخليوني بملابس داخلية اقتنعوا اللي خاطيني، حسيت بالإهانة ما نجمتش نكمل نعدي. هذا ملخص الستاتو اللي كتبها تلميذ بكالوريا من معهد في مدنين يتهم فيها مدير المعهد بأنه غلط في حقه. التدوينة اللي عملت البوز دارت برشا في الويكاند على ريزو سوسيو، حابين نفهموا تفاصيلها وين وصلت الحكاية هكا. علاش احنا معنا سي محرز بن حميد المندوب الجهوي للتربية بمدنين. مرحبا بك سي محرز، تحياتي. مرحبا بأختي، مرحبا بمستمعي ديونا فهم. مرحبا. بصراحة اللي يقرأ التدوينة يتأثر، لو كان نفهمه من عندك أكثر المعطيات والتفاصيل شنو صار عليها التلميذة ذي باش نفهم أكثر. خلينا ناخذ نقول الفيرسيون الرسمية من عندك اللي خذيتها المندوبية بعين الاعتبار. بارك الله فيك. احنا بطبيعة الحال منا سمعنا بالموضوع في أول يوم، دونك وسمعنا الفيرسيون تاع الوليد دونك التلميذ، دونك استقبلناه في المندوبية عشية اليوم الأول من الامتحانات البكالوريا واستمعنا إليه واعتذرنا له رسميا بطبيعة الحال إذا الواقع كما ذكرها هو، وفتحنا تحقيق نحن في الواقع. لكن تعرف أنت تو بكالوريا سيرة بطبيعة الحال ما نجموش ناخذ قرارات، إلا أنه بالطبيعة احنا الشيء اللي صار معمول به بطبيعة الحال مش معناه باش تفهموني مليح الاشعار اللي يجي لبعض المديرين، لانه عندنا قاعه عمليات على مستوى المركزي تتبع في موضوع الغش اللي هو اصبح موضوع مقلق وموضوع متطور حتى على مستوى التكنولوجيا ومستوى الطرق نتاع الغش، وبالتالي فما قاعه بطبيعه الحال مركزيه تتبع الموضوع هذا، واشعرت المدير في الواقع انه عنده في القسم هذاك تلميذ ممكن يكون بسبب الغش، ووقعت لنا حتى في معهد آخر والأشعار أثبت أنه التلميذ اللي أشعروا به دونك وقت قاعد يغش ووقع إيقافه عن البكالوريا والقيام بالإجراءات القانونية. إلا أنه في الحالات هذه بطبيعة الحال عندما يقع الأشعار لابد بالتعامل مع التلاميذ بحذر وبلطف بطبيعة الحال حتى الإثبات. وحسب ما رواه التلميذ أنه عيطوله حذر مع لمن اللي هو في الواقع ما عندوش علاش مش يعيط للمن، لأنه عندنا رئيس مركز ومساعدين وأساتذة تعس. اي هو عيطوله على أساس باش يشاهدوه معناها السيدة؟ لا، هو عيطوله وقت اللي أشعروهم بأنه فما التلميذ يعني دونك عيطوله، لكن كي مش تعيطله تنزل للديرو نتاعك من المفروض ما تعيطش للمن، تعيط للأستاذ وتعيط المساعد معاك، وفي حالة أن فتاة تعيط المساعدة من المساعدات أو أستاذة كما وقع في حالات أخرى. السيد المدير حسب رواية التلميذ يقول عيط للم، لما المفروض ما يعيطلوش، ما عندوش يدخل في الموضوع هذا، لما هو مسؤول على بطبيعة الحال حراسة المؤسسة وحراسة المساهمة في حراسة المواضيع. والحاجة الثانية بالطبيعة أنه يقول جردوني من ملابسي خلوني في ملابس الداخلية، لهذا الشيء لا نقبله عيب. لأنه بطبيعة الحال يقع التثبت منه بكل لطف وبكل أخلاق وبكل أريحية بجزادة التلميذ إذا اتضح أنه نعمل حد شيء يرجع في ظروف طيبة، إلا أنه حسب رواية التلميذ يقول بطبيعة جردوه من ملابس وهذا الشيء لا تقبله وزارة التربية. هو سي محرز خلنا نفهم شكون اللي قام بالشكوى، وهل ثبت بالحق أنه ما فماش غش في الأخر؟ أنت تقول لا، هو في الأخر طلع حسب ما ثبت منه ما هوش ما عندوش عملية غش، وبالتالي رجع يعدي على روحه بعد ما شنو معناه بشي كيفاش باش يرجع يعدي؟ كيفاش يرجع يعدي؟ هو الاشكال اللي احنا تو قاعدين نبحثوا فيه جدليا. والشكوى وصلت من عند شكون سي محرز؟ كيفاش اختي؟ من الشكوى وصلت من عند شكون بالنسبه لكم كمندوبين؟ مش الشكوى، فماش شكوى بالنسبه لنا ماهوش شكوى. احنا فما عندنا قطعة عمليات مركزيه هي تشعر ساعه رؤساء المراكز الكتابيه انه تقول له عندك تلميذ في القاعه الفلانيه دونك ثبت فيه ممكن يكون قاعد يغش، ونعطيه كان يتوسنا بالنسبة لنا لما حالة عنا كان ثلاثة حالات بالكيت حالات بلاش وضعية من الوضعيات أشعرته القاعة العمليات المركزية وثبت أنه الطفل قاعد البنية مستعملة كيت. وفي موضوع اليوم معناها التلميذ رجع يعدي في الامتحانات عادي معناها كمل امتحاناته التلميذ هذايا المعني بالأمر؟ هذا قاعد يعدي في امتحاناته لكن يقول أنه بطبيعة الحال في ظروف نفسيه تعبه، انا استقبلته بكل صدق، حكيت معه لونغمون بحضور استاذ من الاساتذه نتاع المؤسسه، واعتذرنا له رسميا بطبيعه الحال.
بعد حتى يزمنا احنا تو قاعدين نثبتوا في الروايه نتاعو ونعملوا في ريكوتمون بين ما يقوله هو بين ما يقوله رئيس المركز والناس اللي حضرت على الوضعيه هذه الا انه بطبيعه ما نجموش توا نسالوا كل التلامذه لانه زاد ظروف امتحانات اللي نخليهم في ظروف مركزين ما ندخلوش فيهم موضوع خلتهم كيفاش اي كيفاش يصيروا اللي هو رد اعتبار هذا هو السؤال هل فما احتمال انه يعاود يعدي الامتحان لا يعاود يعدي غير ممكن لانه البكالوريا تعدى ما نعاودوش ما نعاودوهاش لكن هو احنا بالنسبه لنا كل ما قدرنا يومها انه حكينا معاه هديناه فهمناه شويه اللي قدرنا باش نفهموه لكن اللي قلت لك احنا ما نقبلوش هو التجريد من الملابس وهذه ما يقبلها حتى انسان وما يقبلناش وزاره التربيه هي بطبيعه الحال حريصه على انه يقع احترام الانسان ويقع احترام ذاته وبالتالي اذا ثبت انه السيد المدير قام بهذا احنا سنتخذ الاجراءات مباشره بعد انتهاء امتحان البكالوريا في دورته الرئيسيه الاجراءات مع المدير يعني بطبيعه الحال مع رئيس المركز لكن هذا كل بعد ما يقع الركوبمون بين بطبيعه الحال الروايه نتاع التلميذ والرواية بتاع رئيس المركز والرواية بتاع الناس اللي حضرت على هالموضوع هذا إذا اتضح أنه التجاوز موجود لو تكون مؤكدة أنه القرار سيقع اتخاذه وإن شاء الله بالطريقة هذه يكون رجعنا له حقه احنا حاولنا باش نأكد عليه أنه أكبر إجابة أنه إن شاء الله ينجح في البكالوريا بتاعه ويقول هو اليوم الأول ما نجمش يواصل يعدي تقريبا زيت ساعة ما تخرج إن شاء الله يكون بالنسبة اللي بعدها وصل أنه عدى في ظروف طيبة وإن شاء الله نتمنى له النجاح على غرار جميع التلاميذ ونعتذروا له مرة أخرى في عبركم أنتوما إذا فما خطأ اضطر بطبيعة الحال من إدارة المؤسسة ومن رئاسة المركز الكتابي نعتذروا له مجددا عبر ديوان فام وإن شاء الله بطبيعة الحال إذا يتضح أنه فما تجاوز وقع حقه إن شاء الله ياخذه بالطبيعة بالقانون وبالإجراءات الإدارية اللي سيقع اتخاذها ضد من قام بهذا العمل إذا ثبت بطبيعة الحال أنه العمل لا يقع أي خطر إذا كان في الأخر بالكل طلع العملية ما عنده حتى غش وما هوش عامل حتى شيء وفي الأخر بالكل يصير له هذا أنت تخيل معناها ولدك تخلي عادي في الباك استريس وحده هذاك يكفي وشنو هو عام كامل من اللي وراه يكفي خلي في الأخر يتعرض الإهانة من نوع هذه أنا حبيت رد الاعتبار كيفاش نجم يكون حتى لو كنت تقولي تفتح تحقيق أما حتى هو بشي عادي يكمل امتحانات وما تخيش بشي عاديهم في حالة عادية وانت أكيد تتقاسم معي الرأي هذا إذا ثبت أنه كلامه صحيح نجم نقول لك أنه صحيح الظروف اللي ممكن يعدي فيها هو شعر شوية يقول شعرت بأنه كرامتي مسوها لداخله دونك حاولنا بطبيعة الحال عند قبول مع الأستاذ أنه مش نهديهم روعه أنه نفهموه باللي يمكن لأنه لابد أنه مش يواصل بطبيعة الحال امتحاناته لكن هنا قلت لك بالنسبة لنا توقع العمليات هذه دونك احنا عندنا اشعارات تجي براتيكمون يوميا لانه فما متابعه جهويه ومركزيه للغش وبالطبيعه دونك هو في الاخر اتضح انه ما عنده حتى شيء دونك ينجم يكون تمس لكن ان شاء الله اني نقول يواصل يعدي على روحه لانه يلزم يلوح هذه ورا ظهره لازم تكون عنده من القوه زاد انه ومن التحدي انه يواصل الامتحانات نتاعو ان شاء الله تكون في ظروف طيبه وان شاء الله يعرف النجاح وفي كلتا الحالتين اذا نجح بقدرة الله او لم ينجح لا قدر الله دونك بالنسبة للي قام بالتجاوز هذا مش راهو يتحمل مسؤوليته وسيقع اتخاذ اجراء قانوني ضده هذا كنا متأكدين منه ونعلموكم ان شاء الله بكل جديد في هذا الموضوع بارك الله فيك سي محرز بن حميد المندوب الجهوي للتربية بمتنين ونتمنى تتكمل تتعدى البكالوريا في أحسن الظروف ولو أنه كما حكيت أنت على حالة غش كبيرة برشا لدرجة أنه فما شبكة دولية للغش في البكالوريا تنشط بين تونس والنمسا تمت الإطاحة بها بلي بين تونس وننسى شنو كيفاش الشبكه هذه وشنو يخدموا بالضبط هذا باش نسالوا بعد شويه لما دوب التربيه بالقاصرين بعد لحظات ومازلنا متابعين احنا امتحانات البكالوريا وشويه اخر نهزوا القفه ونمشيوا بكم ليج بنيانة ونسعروا لسويم اليوم الصباح مرحبا بكم معنا في برنامج فاميليا